عملت المكعبات الفوارة لبقع الغسيل بكل سهولة. بعد كده هتنسي بقع الغسيل تماما. يلا ابدأوا معايا الفيديو ونشوف المكعبات بتتعمل ازاي. عملت مكعبات للغسيل الألوان وعملت بودرة كده للغسيل الأبيض. هنبدأها مع بعض كده ونشوف بتتعمل ازاي. يلا نبدأ على بركة الله. أول حاجة كده هحط 3 معالق من ملح الليمون. حط بقى لايك للفيديو وقولولي بتتابعوني منين. حط كده 3 معالق زي ما قلتلكم كده من ملح الليمون. هحط عليهم 6 معالق من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، يعني هنحط نص الكمية ملح ليمون مضاعفينها بالكربوناتو، يعني الكربوناتو ضعف كمية ملح الليمون. 3 معالق ملح ليمون عليهم 6 معالق من بيكربونات الصوديوم ومعلقة واحدة من النشا. هحط كمان 6 معالق من مسحوق الغسيل وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. دي الخلطة اللي هي للألوان، الغسيل الألوان. خلاص كده هنقلبهم مع بعضهم كده. نحاول بقى كده لو في اي تكتلات بتاعت البيكربوناتو او اي حاجة تانية هنفركهم كده مع بعض علشان كلهم يندمجوا مع بعض. ازاي بقى نحولهم لمكعبات؟ ممكن نجيب الكحول ونحاول نبلل بالراحة. اهم حاجة ان انت ما تكتريش عشان المكعبات ما تفرش وخلاص كده تفقد قوامها وتفقد يعني الفوران بتاعها من قبل ما انت تعينيها وكده وتستخدميها. فاحنا مش عايزينها تفور خالص، هنستخدم يا مية يا اما كحول. الكحول تستخدميه برضو بحرص، حاجات بسيطة بس تبلل، يعني تبليلة خفيفة خالص للمكونات دي او نضيف مية زي كده. هي تبليلة خفيفة كده وهي هتكون لسه يعني ايه عاملة زي الرملة المبلولة، بسيط كده واقل كمان شوية. بعد كده هنجيب مكعبات الشوكولاتة، مكعبات التلاجة، اي حاجة عندك تعملها مكعبات فيها كده، وهنحاول ندكها كويس، نضغطها بايدينا كده كويس او بالمعلقة بحيث انها تمسك مع بعضها. وهي طبعا هي مش هتمسك في ساعتها، لو جيت تفضيها هتفرط تاني معاكي، يبقى دي هتتركن 2 3 ساعات كده على ما تجمد وبعد كده فضيها. هفضيها معاكم. فانت لو لقيتها حتى لسه بتفرفط كده معاكي يعني كده ومش ماسكه، لا سيبيها لما تجمد هتلاقيها عملت معاكي مكعبات. اهم حاجه ما تكتريش الميه او الكحول اللي هتضيفيه علشان خاطر ما يتفعلش، ولو الكرات اتفعلت من قبلها يبقى كده ولا كأنك عملتي حاجة. يعني هتحطي كمية خفيفة خالص. لو مش قادرة برضو ان انتي تظبطيها بالمية تقدري تخلطي الخلطة دي كده وتعنيها وقت الغسيل، تاخدي منها معلقة او معلقتين على الأومو بتاع الغسيل ويبقى كده اكنها برضو الكرات الفوار. ازاي بقى نعملها للغسيل الابيض اللي احنا عملناها كانت للالوان؟ الغسيل الابيض بقى بنضيف لها صودا اش او الزهرة البيضاء، بتجيبها برضو من عند العطار او من عند محل المنظفات. فبتجيبي بقى من عنده الزهرة البيضاء كده ب5 جنيه ولا حاجة، وهتحطي منها 2 3 معالق. بص انا ما حبيتش ان انا اعملها مكعبات، نفس الخلطة اللي احنا عملناها ضفت عليها نفس المكونات اللي احنا ضفناها اول مرة للالوان، ضفت عليها 3 معالق من الصودا اش او الزهرة البيضاء. وكده بقى عندي كده للغسيل الابيض وللغسيل الالوان. البرطمان ده للغسيل الابيض، هاخد منه 2 معالق على الغسيل على الاومو اللي انا هستخدمه. يبقى كده بقى عندي اومو كده او عندي خلطة للغسيل الابيض، هتخلي الابيض بتاعنا زي الفل من غير بقى ما احط لها ميه ولا كحول. هنفضي بقى كده المكعبات بعد ما عدى عليها 2 3 ساعات بالشكل ده. هي بس تطلعها بحرص، هي جامده وماسكه بس هي عاوزه بس ايه تطلعها من الحاجه كده بالراحه. ولو حاجه برضو اتهرت ولا كده مفيش مشكله، هنستخدمها برضو.
وبكده نكون عملنا المكعبات الفوارة للألوان، وعملنا البودر للغسيل الأبيض. تقدري تستخدمي منها معلقة أو معلقتين. شير بقى الفيديو، لايك وشير، وأشوفكوا على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.